طيب انا معايا دلوقتي تغريد من القاهره. الو، الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا تغريد؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انا كنت اتفضلي عايزه اقول قصتي بس مع الحجاب. اتفضلي. تمام، يا ريت. انا كنت لابسه الحجاب من وانا في المرحله الابتدائيه، وحبيت بعد كده ان انا اقلعه. حاولت كتير، فضلت اكتر من كذا سنه احاول مع والدتي ان انا اقلعه، وهي كانت رافضه. حتى لحد من سنه انا قلعته، وهي قالت لي ان انت لو قلعتيها هتطرديني، ان هي هتطردني بره. كنت كل مره بحاول ان انا اقلع الحجاب منها وافهمها ان انا مش قادره البسه، انا مش مقتنعه بيه كشكل، واني مش حابه حاجه. خانقاني برضو، كانت بتصمم ان هي تطردني. كل ده عشان خاطر المجتمع، عشان خاطر الناس، مش عشان خاطر ربنا. ربنا المفروض ان حتى لو انا قلعت الحجاب هو مش هيدخلني النار عشان خاطر الشيء دوت انا مش حباه. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذه افهم. تغريد، الجنه والنار مش اتفضل. من حق حد. الجنه والنار حضرتك اعملي في الدنيا اللي انت اكيد عايزه تعمليه، الجنه. قلعتيه في الجنه الاخر والنار يا مش من تغريد حق ولا لا؟ حد. قلعتيه في الاخر ولا لا؟ انا قلعته بس مطروده في البيت لحد دلوقتي عادي. طردتك من وقلت لها، البيت؟ لا، ماما قلت لها كتير ماما ترددك ان من انا البيت، ده غلط. ماما لا ترددك من البيت؟ طردتني، ولحد دلوقتي انا بقالي شهرين بره البيت. استني بس، انت بره كل البيت عند تيتا ولا خالته ولا عمه؟ يعني لا انت مش قاعده عند فين دلوقتي؟ خالته، وهي ما ما قاعده فين عندناش يا اصلا. تغريد؟ ثواني، انت انا قاعده قاعده فين في دلوقتي؟ القاهره في شقه. مع تمام، مين؟ للطلبه المغتربين. اسمع كل دوت عشان خاطر اسمع، الحجاب، ده كويس. وهي لا اما انا البس الحجاب تاني تمام عشان توافق ان هي تدخلني طب فين البيت. هي؟ هل هي الام خايفه عليها؟ يعني هي خايفه عليها من الحجاب ومش خايفه عليها انها ترميها في الشارع؟ ما تعرفش دي عنها حاجه؟ مشكله بقى، ده هقول انا لك بقى مش ازمه خوف. هي دي المشكله، ان اغلب بناتنا وهم صغيرين لبسوا الحجاب وهو كده، هو كده، ما تمهدوش للامر. في صور دايما بتبقى على الفيسبوك، طفل نون، طفله نون ولسه وملبسينها نقاب وبتاع. في عائلات كتير بتعمل الحديث كده، في عائلات يا كتير دكتوره بتعمل اميره، كده. الحديث دكتور اللي السيده اسماء دخلت على سيدنا رسول الله وهي بلباس او بثياب رقاق، ثياب رقاق. بعض الناس اللي بياخدوا حديث يقول لك ايه ده، كانت خارجه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقميص بيت او بجلابيه بيت. لا، ثوب عادي، قاعده محتشمه. لكن لما خرجت على سيدنا رسول الله وهي بثياب رقاق، قال لها يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض. يعني معنى كده ان السيده اسماء وصلت سن 14 15 سنه وكانت بتبقى لابسه لبس عادي، وربما كانت غير محجبه. لكن لما وصلت لمرحله الادراك قال لها سيدنا النبي استني يا اسماء بقى، تعالي اما اقنعك واقول لك يا بابا ان ده حجاب، وان ربنا سبحانه. مرحله التكليف يا دكتور، مرحله التجهيز. للاسف احنا بنتعامل مع الدين غلط. الدين قال لنا علموا اولادكم الصلاه وهم صغيرين، واضربوهم وصاحبوهم هم سبعه، واضربوهم عند 10. احنا عايزين ولادنا يصلوا مره واحده كده، احنا عايزين ولادنا يتحجبوا مره واحده كده. لابد ان احنا نجهز اولادنا للعباده، اقول لها ده ربنا سبحانه وتعالى شرع ده، شرع ده علشان يحافظ عليك.